بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية هنا من أرضية ميدان الطي في يومنا الثالث من انطلاقة سن الإذاعة. 4 كيلومترات، 18 شوطة تنافس فيه هذه الشعارات المميزة، هذه الشعارات الجميلة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. وكما تعلمون هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رعاه الله، وبتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله، وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله. أيها الإخوة، شوطنا الأول، شوطنا الأول، شوط الإبكار أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل، فالباب مفتوح هناك لجميع المشاركين. أذهب إلى الطيارة، الطيارة لسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري الشاحنية، ثاني المراكز الجنة الشبه مع سالم بن سعيد، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث أشوف في هذه اللحظات رغزيل بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وأيضا هناك سعيد محمد بن حزيم النقل على المركز الرابع. هناك من الجانب الثاني حجن سيح السلام ومبارك بن محمد بن عيسى المضيع مع الشواهين، وفي المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات هناك هملولة وسعيد بن مرير بن سعيد الاشتبي النقل على الشاهينية سادسا هجن ند الشبه سالم سعيد في التضمير، وفي المركز السابع هناك اللي في المركز السابع شعار بن زاهرة، شعار بن زاهرة مع الذيبة لحمد بن سعيد بن محمد بن زاهرة الأخيري، وفي المركز الثامن وصلت هناك اللي هي الدهمة ومطار بن محمد بن دحروي العامري النقل على المركز العاشر. وصلت في هذه اللحظات هناك لمحمد بن خلفان الغويس. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا الجميلة. يلا يا راعي الطيارة، يلا يا مضمر الطيارة، كابتن هذا الشوط حتى هذه اللحظة، كابتن هذه الرحلة سعيد بن عبيد الحميري أبو مطر، من تألق هناك في الأسابيع الماضية في هذا الصن مع انطلاقاتنا على أرضية هذا الميدان. يا الطيارة، الطيارة، الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أحد هذه الداعمين الرئيسيين لهذه الرياضة العربية الأصيلة بقيادة سعيد بن عبيد الحميري النقل على شاهينية هجن ند الشبه سالم بن سعيد في تضميرها، في تدريبها، في أدائها المميز. ثالث المراكز الغزيل لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن محمد بن حزيم النقل على المركز الرابع. اللي في المركز الرابع هناك أيضا من أتت وحلت برابع المراكز هملولة وسعيد بن مرين بن سعيد الاشتبي النقلة على الدهمة في خامس المراكز، ومطار بن محمد بن دحروي العامري وصل بن حرقوس وصل لعويسي متنقل من موقع إلى موقع من مركز إلى مركز. حمدون بن سعيد بن حرقوس العويسي سادس المراكز. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة الشاهينية، من أتت وحلت. سابع المراكز هجن ند الشبه سالم سعيد في التضمير، وهناك الذيبة، الذيبة حمد سعيد بن محمد بن زاهر الأخيلي. هكذا هي النتيجة، حد شاف الطيارة، حد شاف الطيارة، حد وصل الطيارة هناك على مدرج رقم واحد، مدرج رقم واحد كما عودنا بمطر، كما عودنا بمطر في الأسابيع الماضية بتميز هذا الشعار وهجني هذا الشعار هنا على أرضية هذا الميدان. يا هو شوط، يا هو شوط، يا هي إثارة، يا هي قوة مع افتتاح الكيلو الأخير، ولكنها الشاهينية، والشاهينية من هجن ند الشبه سالم بن سعيد في التضمير، ثالث ورابع، ثاني وثالث
المراكز. المركز الرابع وصلت هاملولة وسعيد بن مرير بن سعيد الاجتبي. الله يا حرقوس، الله يا ابو حرقوس، الله يا حمدون، يا بن سعيد يا بن حرقوس يا العويسي ايضا يتدخل مع المجموعة الكبيرة. ولكن الله يا بن زاهرة، يا بن زاهرة عندك كلام في الامال الاخيرة واللحظات المميزة. هناك حمد بن سعيد بن محمد بن زاهرة الاخيلي. الطيارة تواصل، الطيارة تواصل، الطيارة تقتحم 800 متر الاخيرة. اللحظات المميزة التي توصلنا عن خط النهاية. يا ابو مطر، يا ابو مطر، يا ابو مطر، الاخبار السارة دائما مع الطيارة، ولكن حذاري من القادم. ال 400 متر الاخيرة التي توصلنا عن خط النهاية. الطيارة، حيوها الطيارة، حيوا جماهيرها، حيوا محبينها، حيوا مضمرها، حيوا اللي تابعها. شكرا بو مطر، شكرا بو مطر على هذا العرض المتألق. والله انها مو بغريبة، والله انها مو بغريبة. الطيارة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. وسعيد، سعيد، سعيد، اسعد الله صباحك يا بو مطر، اسعد الله صباحك مع اللحظات الاخيرة. تقترب هجنة الشبه، تقترب هجنة الشبه. الطيارة صامدة، الطيارة صامدة، هجنة الشبه في اللحظات الاخيرة. ثاني للناموس المركز الثاني، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم المركز الثالث، حمد بن سعيد محمد بن زهر الاخير المركز الرابع، هجنة الشبه المركز الخامس، مطر بن محمد بن دحروي العامري. هكذا كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالتمام. 6 دقائق 11، 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.